إنك جئت على سيرة المدنيين، مجموعة دولية تسمى لجنة الإنقاذ الدولية قالت بأن السودان الآن يعيش مرحلة السقوط الحر، وأن هذه البلد ربما لا تظل بهذه الجغرافيا أو الديموغرافيا في الأيام القادمة، وأن ضحايا الحرب من المدنيين لا يقل عن 150 ألف، وهي منظمة دولية معترف بها. إذن هل كلنا الآن نذهب إلى نهاية النفق بأن تصبح السودان مقسمة، على الأقل أن يأخذ الدعم السريع أو يستقل بدارفور كما عبر كثير من السياسيين التابعين له؟ الدعم السريع لا يريد أن يستقل بدارفور. الدعم السريع الآن يحارب في دارفور ليأخذ آخر مدينة فيها، ويحارب في الخرطوم ويقول أنه يحتل 90% منها، والآن يتقدم في جبل مون على أساس يدخل سنار، ويتحرك في الفاو على أساس يمشي القضارف ثم برسودان. أنا ما أعرف من أين أتت هذه الفكرة بتاعت أنه الدعم السريع ده يعني سيكتفي بقطعة من السودان دون القطاع الأخرى. الفكرة هي أنهم يعودوا إلى المثل بتاع ليبيا، يعني ليبيا طرابلس وليبيا بنغازي. دي المماثلة أو المشابهة في ذهن كثير جدا من المحللين، ولكن حقيقة ليبيا غير حقيقة السودان. بنغازي وطرابلس كانتا دولتين مستقلتين حتى عام 1934. يعني في حقيقة في ليبيا عن دولتين، في السودان ما في حقيقة. منذ أصبحنا دولة اسمها السودان ما في حقيقة اسمها عن دولتين. نحن السودان. فلذلك نحن العالم يحمل إلينا مقارنات ومشابهات تضله عنا، وهو الذي يتحكم. طبعا ناس عاديين، يعني لا نطال السياقات والإذاعات والبرامج والخطط التي يطالها العالم، لكن السودان الآن يخضع لمماثلات، إذا كان في سوريا، إذا كان في اليمن، إذا كان في الصومال، هي التي تضلل عن هذا البلد في تجربته الفريدة الاستثنائية التاريخية الاجتماعية. وهذه المماثلات لا توافق أو لا تشابه بالفعل ما يحدث الآن في السودان. ولكن دعني أنا أختم معك بهذا السؤال، يعني إذا لم يكن الحل الآن بشكل كبير بيد أحد الطرفين لحسم هذه المعارك، إذا ما تحدثنا عن الخارج السودان، من بيده مبادرة الحل؟ هل نتحدث إفريقيا عن الإغاد أو الاتحاد الإفريقي، عربيا عن منبر جدة، أم دوليا عن الأمم المتحدة؟ من بيده ليس فقط قدرة ولكن الإرادة لحل إشكاليات السودان؟ يا سيدي، ما حك جلدك مثل ظفرك. أول حاجة، دي حقيقة نحن في السودان دلوقتي واضعينها أن هذه هي حربنا، ونحن مع القوات المسلحة لحقيقة أنها هي الجيش المهني الذي لم يكن في ليبيا ولم يكن في الصومال. كل الحوادث دي ما كان فيها جيش. الجيش انحل في ليبيا، الجيش انحل في الصومال، وسادت العصابة. كمان بننظر للعالم، العالم ده لما يعني يوبخ فيك ويعني يزلزل فيك ويفتكرك ما عارف حاجة وما فاهم حاجة وهو العالم، يا أخي عندك دلوقتي اسمه شنو؟ عندك دلوقتي هيت بيعمل شنو في العالم؟ في هيت مرسل شرطة من تنزانيا. تعرف أن المشكلة بتاعت هيت دي أنه في سنة 1994 الجيش بتاع انحل، وحلوه ناس، حلته الولايات المتحدة، وحلوه المعارضين لي في 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 هيتي على اساس انه الجيش بيعمل انقلابات وكده نحن نحله. الحقيقه في السودان دلوقتي انه نحن عندنا قوات مسلحه ونحن حولها وسنلتف ونقف حولها، واذا سقطت القوات المسلحه فليكن، لكن في موقف حول الدوله الحديثه، حول انه تكون في دوله. اشكرك. فالعالم ممكن يتباكى كما يتباكى وممكن يضل كما يضل، ولكن نحن عندنا في السودان الخبرة والإرادة والعزيمة أن نحفظ هذا البلد حفظه الله وكرمه
وأعزه. أشكرك. آمين. أشكرك كل الشكر لك دكتور عبد الله علي إبراهيم، أستاذ التاريخ الإفريقي والإسلام بجامعة ميسوري. أشكرك بشدة على التواجد معي في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، بنهاية الملف السوداني جئنا لنهاية هذه الحلقة، فإلى حلقات جديدة من في المنتصف نناقش كل ما هو جديد في العالم العربي والإسلامي. أنا عمرو ملكي، أحييكم، دمتم في أمان الله.